أخوتي وأخواتي، أهلا وسهلا بكم في موضوع جديد يخص مدينة الموصل. اليوم راح أحكي لكم عن الشاي في الموصل. البعض قد يعني يسأل شلون كان الشاي، منين جاء الشاي. أول شيء راح نبدأ الحكي أنه الشاي قبل دخول الإنجليز، قبل دخول الإنجليز إلى العراق وإلى مدينة الموصل، الشاي ما كان ينباع بالشايخانات مثل ما اليوم. الشاي كان ينباع عند العطار، يعني عند العطار، وكان إيش يسمونه؟ كان يسمونه شاي ورق. هذا الشاي ليش كان ينباع عند العطار؟ أول شيء لأن كان سعره غالي، وثاني شيء أنه كان يستخدمونه علاج بعض الأمراض. يعني أنت مثل ما تعرفون أنه قبل العطار هو كان يعني دكتور، يعني قبل ما كان أكو دكتور، كان يروحون أما على المضمد أو كان يروحون على العطار يعطيهم فقط وصفة طبية. لكن لما جو دخلوا الإنجليز إلى العراق، أنه هم يعني منعوا من شغب القهوي، لأن يعني قبل دخول الإنجليز بالموصل ما كان الشيخانة، ما كان يسموها شيخانة، كان يسموها قهوي. وهالبغدادة يقولون قهوة، بس احنا نقول له وين غيّه بالموصل؟ يقول له انا غيّه على القهوي. ليش سموها قهوي؟ لان هي يعني المكان اللي يشربون بيه القهوي. لكن بعد ما دخلوا الانجليز الى العراق، ان هم شجعوا الناس على شغب الشاي. واش عملوا؟ ان هم بالقهاوي منعوا انه الناس تشرب القهوي، يعني قالوا لهم انه انتم بس تشربون شاي. فالناس ايش قامت تعمل؟ لما كان ما يقول انا غيح على القهوي، تغير الاسم انه انت يا ابو فلان وين غيح؟ قال انا غيح على الشيخانه. ايش معنى الشيخانه؟ يعني شاي خانه، يعني شاي وخانه مكان، فصارت مكان شغب الشاي. اذا يعني اشتهر الشاي بالموصل، الناس قامت تشربه انه بعد دخول الانجليز، وبعدين انه الموصل قام يستخدمون الشاي يعني مع الفطغه، وبعدين يعني بعد الغدويه، خاصه متغدون غدويه ثقيله، وصار عندنا شاي العصر، والشاي صار بعد العشويه والى اخره، وكثره الشيخانات في مدينه الموصل. ايضا في مدينه الموصل كان اكو فقد مثل شعبي، المثل يقول دائما نقول انه قهوته من كيسه. يمكن البعض يقول اذا الموصل بخل يجيب يعني قهوته معانه، لا، هذا ما موضوع بخل. الموضوع انه مثل ما قلت لكم انه يعني الانجليز ما منعوا شغب القهوي بالشيخانات، بس ذولي يعني اهل قبل كان هو متعود يجي على يعني على القهوي او على الشيخانة حتى يشرب قهوي، فيجي ماكو غير بس شاي. فايش يعمل؟ يقوم انه هو يخلي له شوية قهوة، يخليها بعبه يعني يعني صفحته، ويخليها بجيبه ويجيبها معانه على الشيخانة، ويقول له الشاي اللي يعمل الشاي، الله يخليك ما تعمل لي فقط فنجان قهوي. يعني فكان يشربون القهوة بالسر أو بالخفية. فمن هون جاء هذا المثل اللي يقول أنه قهوته من كيسه. إذن هو مو دلالة على البخل. وايضا قبل الشاي شو كان يعملونه في مدينه الموصل؟ انا اللي اتذكره انه كنا نشتغل عده انواع من الشاي ونخلطها، نجيب طشط يعني جاني ونخلط الشاي، وبعدين نجيب غوبيل ناعم نقوم انه نغيبه له حتى يطلع منه الاضغاب، ونجيب كان برميل من التنك ونخلي بينه الشاي، ونخلي معانه كان عطر الشاي، او نخلي معانه الهيل حتى يطعم. فمن تجي تشرب يعني تخدق الشاي، يكون عندك شاي صافي ما بينه ضغاب، ويكون بينه طعم طيب. ان شاء الله اليوم استفدتم من حلقتنا ومن موضوعنا عن الشاي في مدينه الموصل. ارجع واقول لكم اذا عندكم اي مواضيع تريدون انه نحن نحكي عليها، راسلونا على رقم التليفون اللي راح يظهر على الشاشة، وأقلكم أنه نحن في خدمة الجميع. آخر كلمة أقلكم أخوتي وخواتي، أشعركم إن شاء الله بخير. أخوكم وسيم إسكندر.